هل يجد الأتراك في سئول ما لم يحصل عليه من واشنطن حتى الآن؟ هم يفضلون المقاتلات الأمريكية وحاولوا طيلة الفترة الماضية الحصول عليها، ومع ذلك لم يخفي الأتراك استعدادهم لتقبل البديل القادم من آسيا للتقنيات الأمريكية. والحديث هنا عن مقاتلة KF-21 الكورية الجنوبية في غالبيتها، والتي أجريت الاختبارات عليها مؤخراً وحازت على اهتمام الأتراك منذ اليوم الأول للحديث عن تطويرها قبل عقد تقريباً. يمكن مقارنة هذه المقاتلة بمقاتلة F-35 الأمريكية مثلاً، لكن من الفروقات بينهما أن المقاتلة الكورية الجنوبية تحمل ذخيرتها على هيكلها الخارجي، على عكس المقاتلة الأمريكية التي تحمل ذخيرتها في الداخل. تتوافق أنظمة هذه المقاتلة مع الكثير من الصواريخ الأوروبية والأمريكية، وهو ما يجعلها هنا تتقدم على مقاتلات روسية أو صينية شبيهة في سوق الأسلحة. التقارير تشير إلى أن هذه المقاتلة تشكل نقلة في صناعة الأسلحة الكورية الجنوبية، وستضعها في مصاف الدول المصدرة لمثل هذه المقاتلات في المستقبل. لكن هذه المقاتلة تحتاج إلى حوالي 2000 رحلة تجريبية قبل دخولها الخدمة في سلاح الجو الكوري الجنوبي على الأقل. فهل تكون تركيا من أوائل الدول التي ستحصل عليها أيضاً؟